الله اكبر يا شيخ. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوف ذاك يا ولد. وين ما تجين يا يا وليد؟ الله أعلم وين ما تجين؟ بإذن الله ماشي لنقطة ضرب 4-2-2-3-3 بن أمنون، حطوا فيه قوات درع ليبيا للمعاش، يدخل حد من علينا من برا ولا يخرج واحد بدون علمنا نحن درع ليبيا بالكامل. وبأمرة وسام بن حميد والله أكبر والله الحمد. الله أكبر. تأمين المناطق الحدودية بالكامل بدور الدائرة على الكفرة. السلام عليكم. السلام الله. مرحبا. شو الأمور؟ حالك طيب. وين متجهين إن شاء الله؟ والله متجهين النقاط الحدودية إن شاء الله. 1-1 و2-2 و3-3 و4-4 و5-5. جولة تفقدية لتأمين الحدود إن شاء الله. 5-5 استلموها رفع الله صحتي. نأكدوا فيها إن شاء الله، نأكدوا بعون الله تعالى. ها؟ كيلو ونص. كيلو ونص ها كله. ها ها. تمام يا حاج. تمام. ها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل يعني بعد يعني اليوم متجهين لنقطة 2-2 و3-3 و4-4 إن شاء الله، يعني حالي حيستلم من درع ليبيا إن شاء الله؟ بإذن الله حسبنا الشباب من درع ليبيا وقوات متواجدة في الكفرة، وحيتم تأمينه بإذن الله في الكفرة.
أكبر الله أكبر. منورين يا جماعة الإعلام. الله أكبر عليك يا فروجة. الله أكبر. الله أكبر عليك يا خالي، ربي يحفظك. الله أكبر بالتريس. الله أكبر. إسعاف علي رازمات علي، وين يا أخونا؟